إذا الحمد لله حققت مديرية النشاط الاجتماعي والتضامن لولاية الأغواط نسبة نجاح 100% في امتحاني نهاية التعليم شهادة التعليم الابتدائي، وكذا امتحان نهاية شهادة التعليم المتوسط، من خلال ترشح 7 مترشحين في الطور الابتدائي أو نهاية التعليم الابتدائي، 4 من الأقسام الخاصة المدمجة بالمدارس العادية، و3 بمدرسة أطفال معوقين بصريا، وتمكنوا من الحصول على نتائج أكثر من رائعة، ووصلت نسبة النجاح 100% بالنسبة للمتقدمين لهذا الامتحان. أما بالنسبة لامتحان نهاية شهادة التعليم المتوسط، فقد تقدم 13 مترشح تمكنوا والحمد لله من الحصول على الشهادة بامتياز، وصلت المعدلات إلى قرابة 16 من 20، وتمكن 6 مترشحين من مدرسة الأطفال المعوقين سمعيا من الحصول على الشهادة، إضافة إلى 4 مترشحين من الأقسام الخاصة المدمجة بمتوسطة الشهيد الرق الحاج، خاصة بالأقسام الخاصة بزارعي القوقعة، إضافة إلى 3 مترشحين من مدرسة الأطفال المعوقين بصريا. والحمد لله إذا نسبة النجاح وصلت إلى 100% في الامتحانين، كل المترشحين 7 و13 تمكنوا من الحصول على نتائج مشرفة، وذلك بفضل الطاقمين الإداري والبيداغوجي والمؤطرين الحارسين على الذين كللت مجهوداتهم خلال الموسم الدراسي بالنجاح الرائع. والشكر موصول أيضا للأولياء على حرصهم الشديد على نجاح أبنائهم، إن شاء الله لمزيد من النجاحات والتفوقات إن شاء الله في المستقبل القريب إن شاء الله.